وفي مؤتمر صحفي أكد العقيد المالكي أن 86 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن. الصواريخ البالستية المقاذيف حتى 3 يناير 2018 ميلادي، الصواريخ البالستية بلغت حتى الآن 86 صاروخ باليستي، عدد المقاذيف الساقطة كما تشاهدون. قامت الميليشيات الحوثية المسلحة التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة مساء يوم الجمعة الماضي، وقد فشل في مرحلة ما بعد الإطلاق وسقط بالمنطقة الحدودية وتحديدا بمنطقة صحراوية خالية. وهناك بعض الإطلاقات على الحدود السعودية أو على أراضي المملكة العربية السعودية، كما تلاحظون في فرق بين الأسبوع اللي راح والأسبوع هذا بلغ 86 حتى الآن.